وضم المعرض نسخا من كتاب الله العزيز ومخطوطات عربية قيمة وكتبا وبحوثا ورسائل لمؤلفين وباحثين ومفكرين عراقيين وعرب. كما ضم المعرض بنادق قديمة وسيوفا وخناجر عربية وأسلحة تراثية ومصنوعات عراقية وتحفا ولوحات مقدمة من شخصيات صديقة وشقيقة. واشتمل المعرض على جناح خاص لهدايا أهالي محافظات البصرة وميسان وذيقار الكرام التي ضمت هي الأخرى مصاحف شريفة وبنادق وسيوفا عربية وصناعات شعبية وتحفا فنية عبرت عن مشاعر الحب الصادق الكبير الذي يكنه أبناء شعبنا المجاهد للقائد صدام حسين. واطلع سيادته أيضا على صور لسيادته رسمتها أنامل فنانين عراقيين وبوسترات سياسية تعبر عن صمود العراقيين الأبطال ومهازل النظام العالمي الجديد، ولوحات فنية جميلة لفنانات عراقيات ماجدات من بغداد ومحافظات القطر الأخرى. وعبر مرسلو الهدايا عن اعتزازهم العميق بالمسيرة الظافرة التي يقودها السيد الرئيس القائد صدام حسين نصره الله، واليقين الذي لا يتزعزع بحتمية انتصار الحق العراقي على الباطل. ورافق السيد الرئيس القائد خلال اطلاعه على المعرض السيد أحمد حسين خضير رئيس ديوان الرئاسة.